هل وردت أحاديث أن الدابة في آخر الزمان ستخرج من جبل الصفا أو من المكان الذي بين الحجر والمقام؟ الله جل وعلا قال: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وخروج الدابة من علامات الساعة الكبرى، من العلامات الكبرى في آخر الزمان، فلا بد من خروجها. أما من أين تخرج وأين مكانها وفي أي وقت تخرج، الله أعلم بذلك، ما نقول بغير علم. نعم.